هو نور العالم. فأنا لو المسيح في حياتي مش ممكن النور يكون ساكن فيا ويبقى فيا أي نوع من الظلمة، أي نوع من الخطية أو البغضة، أي نوع من السواد، الحسد والغيرة والحاجات اللي نبع من الجسد مش بقى تبقى موجودة. عشان كده هو بهاء مجده ورسم جوهره، يعني إيه؟ له نفس جوهر الآب، واحد مع الآب في الجوهر أو مساوي للآب في الجوهر. والحتة دي تهمنا برضو زي ما قلنا، هنقول دراسة تطبيقية. المسيح له نفس جوهر الآب، عشان محدش يشككني في إيماني إن المسيح هو كلمة الله الأزلي اللي في ملء الزمان جه وخد جسد من أجلي عشان يتجسد. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يا الآية دي الحقيقة مليانة تأملات كتير قوي، عشان خاطر لما أنا ألقى نفسي أن أنا ضعيف وأن أنا مش قادر أن أنا أواصل حياتي على الأرض في سلام وفي محبة وفي قداسة وفي بر، هو حامل كل الأشياء، بيحمل كل الأشياء، حامل حياتي وحامل ضيقاتي وآلامي ومشقاتي، مش أنا وبس، حامل كل الأشياء. لأن الأشياء هنا الكلمة نفسها مش واضحة قوي، هو حامل كل العالم بما فيه العالم المرئي وغير المرئي، هو بيسوسه وبيقوده وبيحمله، يحمل ضعفاته وبيحمل أناته وبيحمل مشقاته. حملني زي ما حمل الخروف الضال على منكبيه علشان يرده تاني إلى الحظيرة. ده اللي بيعمله المسيح، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، وهو قدير أنه يصنع هذا لأنه خالق كل شيء وبه نحيا وإيه ونتحرك ونوجد. عشان كده هنا حامل كل الأشياء بكلمة قدرته تطمني على كل ضيقاتي وكل أحزاني. المسيح حمل خطايانا في جسده على الخشبة، وأيضا بجلدته شفينا، ولازال يحمل أتعابنا وضيقاتنا، ويقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، لأن التطهيرات في العهد القديم كلها كانت عن طريق الذبائح، لكن المسيح صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا لما سلم ذاته على خشبة الصليب لكي يكون ذبيحة من أجل خطايا العالم كله. صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. لما أقول الآية دي في الحال أتذكر عمل دم المسيح وأقول له يا رب اغسلني، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، طهرني، لأن دم المسيح ابنه يطهرنا إيه؟ من كل خطية. يبقى لما أجي أقرأ الكلام ده أقول له يا رب أنت صنعت بنفسك تطهير لخطايانا ولازلت تطهر من كل خطية، لأن دمك بيطهر من كل خطية. ساعتها لو عندي خطية تعباني، خطية في الماضي، خطية مش قادر أصدق إن المسيح غفرها، ألقى الكلام ده واضح جدا، صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. طب جلس هنا صعد للسماء يعني، وجلس عن يمين العظمة كرئيس كهنة علشان يشفع فيا. ده برضو ليه علاقة بخطيتي، إن أنا دلوقتي ليه رئيس كهنة عن يمين العظمة بيشفع في خطاياي، وهنا شفاعة الكفارة يعني هنا جراحات المسيح ودم المسيح اللي سال عود الصليب لازال يشفع في كل خاطي، بيتوب ويقدم توبة عن خطيته. صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وهنا هيبتدي يتكلم عن أفضلية المسيح عن الملائكة، لأنه ما كانش الرسالة دي كتبت. ولغاية دلوقتي الحاجة الغريبة إن في بعض الهرطقات اللي موجودة زي شهود يهوى بيؤمنوا إن المسيح هو رئيس الملائكة ميخائيل. طيب إزاي لما بكل وضوح بيقول صائرا أعظم من الملائكة
بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإيه الاسم اللي هو بيتكلم عنه؟ ابن. هو ابن الله. وبعدين ابتدى بقى بقية الإصحاح بيتكلم عن أفضلية ابن الله عن الملائكة، وجايب آيات من العهد القديم بيثبت فيها الموضوع ده. لكن اللي يهمنا في الموضوع ده زي ما قلنا، احنا بناخد دراسة تطبيقية صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. الحقيقة لما نبص للموضوع ده لأن اسم ابن المسيح طبعا هو ابن الله بالطبيعة لأنه من نفس جوهر الآب، ولكن إحنا أصبحنا أبناء الله للتبني. لكن لم يبخل علينا بهذا الاسم إن إحنا نكون أبناء، وإن هو يكون بكر بين أخوة كثيرين. إيه ده يا رب؟ ده إدانا نعمة البنوة. يعني هو ابن حقيقي، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب وخبر الله لم يره أحد قط. لكن إحنا أصبح لينا أيضا امتياز البنوة، أصبحنا أولاد لله. وهنا بيقول إن الابن أعظم من الملائكة، وفعلا في آخر إصحاح بيقول لك إن الملائكة دول هم أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. الملائكة أرواح خادمة لأن إحنا خدنا لقب ابن، أصبحنا أبناء لله بالتبني. البنوة دي بالنسبة لله، إحنا اتولدنا من الله ولادة جديدة، أصبحنا مولودين من الله. إيه المركز اللي صار فيه الإنسان ده ولسه بعد كده بيرجع للعالم وللخطية وللشهوة وللنجاسة؟ مع إن إحنا دعوتنا دعوة للقداسة، مدعوين عشان إن إحنا نكون شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. بيقول هنا بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. ربنا يدينا نعمة عشان نكون سمعين وعاملين. لإلهنا كل مجد لأنه بد آمين.